اسم لا يحتاج إلى أي مقدمات، ولا ينقصه أي نوع من أنواع الإبداع المكتوب في الشكل، الحكاية، فن الحكاية، من القصة، من الرواية، من نقد القصص والروايات، من أعمال تتعلق برؤية أدبية وأبعاد أخرى لأشياء موجودة ممكن حضرتك ما تشوفش الزوايا اللي موجودة في أعمال، في كتابات، في قصص، في نقد، في غيره، ولكن يراها دائما أستاذنا محمد جبريل اللي منورنا النهاردة، وبسعد بوجوده عشان نروح معاه في رحلة لها جانبين زي ما قلت لحضراتكم. جانب من رؤيته لما هو موجود حاليا في المشهد الكتابي وفي أقلام شابة وأقلام كبيرة، وجانب خاص بما قدم لنا وما أثرنا به من أعمال ممتعة، وفيها طبعا واحد من أهم 100 رواية عربية و عمل أدبي عربي. النهارده هنتكلم كمان عن هذا العمل. منورني النهارده أستاذنا محمد ربنا جبريل، يخليك، نور الدنيا. أهلا بيك أستاذ محمد، يعني تاريخ حضرتك حافل بكل أنواع الإبداع اللي ممكن يتحكي. لو حبيت أروح مع حضرتك، ودايما بلاقي الناس الأقلام الحلوة جاية من اسكندرية وليها حكايات مع اسكندرية، عايز أبدأ بحضرتك من اسكندرية. أنا من اسكندرية، ومن اسكندرية الحقيقية. أنا من بحري، اسكندرية الحقيقية اللي هي ايه بقى؟ اللي هي دلوقتي بقت الانفوشي والسياله وراس التين وامتداداتهم بقى، لكن زمان كانت جزيره فاروس وراقوده خالص قبل كل ده يعني. لكن هي اسكندريه اللي هي الناس الوطنيين، مش الوطنيين يعني اللي هم عندهم وطنيه اكتر، اللي هم الاصليين، الاصلاء، اللي هو بيسموه الساكن الاصلي او المستوطن الاصلي للمكان اللي هي يعني. بدايه اسكندريه يعني. اسكندريه وحكايات حضرتك مع اسكندريه، فاكر الذكريات الاولى اللي خرجت هذا الابداع من حضرتك؟ والله يمكن انا ما كنتش ممكن في تصوري يعني اكتب بهذا الزخم عن بحري بالذات يعني. هو انا اسكندريه عندي بحري يعني. انا اذكر مقوله للراحل ادوار خراط ما اعترضتش عليه، قال اسكندريه، اسكندريه جبريل هي بحري. دي حقيقة. أنا ما أخرج بره اسكندرية ببقى أجنبي، خارج بحري يعني ببقى أجنبي، ما حتى جوه اسكندرية حتى نفسها. جوه اسكندرية ببقى أشوفها كسائح يعني. لكن اسكندرية بيتي. حتى ما بنزل اسكندرية أول شيء بحرص علي أنزل بحري لازم. لسه بيت حضرتك في بحري زي ما هو؟ موجود بس أنا سبته، لأن ما كانش زمان فيه تمليك، كان زمان إيجار، تسيب البيت تمشي. فموجود، لكن موجود لغايه دلوقتي، وبروح ازوره وبحلق عند نفس الحلاق. ياه. هو مات، انا كبير مش صغير، ربنا يديك الصحة والعافية. لكن نفس صبيه بقى، هو فتح المحل وبروح له، اسمه شهابور، هيفرح لما الاقي ان انا بقول اسمه دلوقتي. تحياتنا ليك. فبحلق عنده لغايه دلوقتي واشوف البيت، وبسعد لما اصدقائي يروحوا لغايه دلوقتي من الادباء والفنانين ومثقفين، ويروحوا يقفوا تحت باب البيت ويتصوروا، يقولوا ادينا صورنا تحت بيتكم اهو كده. لانه طبعا هو تكوين مهم جدا في وجداني يعني، البيت والحي وكل الاماكن المحيطه به بتصور انها. لما انا بعدت عن اسكندريه هو ده اللي خلاني، البعد عن الشيء بيخليك تحن اليه، الحنين بيولد رغبه في التعبير عن هذا الحنين، فبدات اكتب. ففجر جوه حضرتك الطاقه الابداعيه دي بقى. بس الاسكندريه وحواري زي ما بيقولوا، حواري اسكندريه وحكايات اسكندريه، كانت هي العامل الرئيسي الخاص بالحنين اللي حضرتك قلته في الكتابه، ولا كان عند حضرتك من وانت هناك الميل للكتابه والميل للقراءه والشغف والاهتمام بكل ما هو مكتوب؟ لا، انا بدات كاتبا طبعا قبل ما قبل ما اسف قارئا قبل ما اكتب يعني. انا طلعت على مكتبه الوالد، والدي كان بيشتغل مترجم، مترجم اسكندريه زي ما طبعا تقريتي، مش هقول لك انا اللي عاصرت. كانت مدينه كوزموبوليتانيه يعني، كانت قايمه على التجاره في الاساس، ومعظمها معظم نشاطها الاقتصادي كان اجانب. فكان الوالد بيترجم اللغه عده لغات يعني، من عربي الفرنساوي، من فرنساوي الانجليزي، من تركي اليوناني الى اخره، الماني حتى كان بيترجم. كان دي شغلته باقتصاد، يترجم تقارير اقتصاديه، اشياء، مراسلات اقتصاديه، اشياء من هذا القبيل. حتى كان بيشتغل في 3 شركات في وقت واحد، كل شركه لها جنسيه مختلفه.
ده كان سنة كام تقريبا لو الكلام حضرتك ده فاكر؟ قولي في الأربعينات بقى، في الأربعينات، في الأربعينات وأواخرها كده. وبعدين كان عنده مكتبة، طبعا المكتبة ما كانتش مقصورة على بس كتب الترجمة ولا كتب الاقتصاد، لا كان قارئ. فأنا طلعت وأنا يعني شيء بستغرب له، إن أنا بدأت أقرأ كتب القدامى، التراث وما شابه، قبل ما أقرأ كتب الأطفال وأنا صغير. قريت الزيات وطه حسين والمزني وشكري وكل الناس الكبار الرواد، قبل ما أقرأ يوسف إدريس ونجيب محفوظ وحسين عبد القدوس، لأن الوالد كان هو ده اللي يهمه. الوالد من مواليد يعني آخر القرن 19، مواليد 98، فكان هي دي قراءاته. ده كان المتاح قدام حضرتك فتوغلت فيه. فانا لكن في لحظه كده بصيت وقلت ان انا نفسي اكتب زي الناس دول. فاللي حفزني اكتر لما بدات اقرا ابداعات جيل الاربعينيات، كانت بدات تبقى تحت ايدي. يعني للاسف انا ما بداتش بنجيب محفوظ، وكان يا ريت كنت لو بدات فيه، مش عارف كان هيغير فيا اكتر ما غير دلوقتي. هو بلا شك هو العميد، وهو الشيخ والامام يعني دلوقتي بالنسبه لي. لكن ايامها كنت بقرا للسحار ومحمود البدوي وعبد الحليم عبد الله واحسان ويوسف السباعي. لا أنا كان عايزة دول أقف هم مع حضرتك الوقفة المهمة دي، لو بدأت حضرتك بنجيب محفوظ كان إيه نوع التغيير اللي ممكن يحصل وإيه نوع الإبداع اللي ممكن يطلع أكتر من اللي إحنا شفناه؟ كنت الاستاذ نجيب، لا هو مش الابداع، مجرد الابداع، اخلاصه الفريد في التعامل مع الفن ومع الحياه. يعني منظم بطريقه، لان انا قربت منه بعد كده كتير، كنت بلتقي بيه يكاد كل يوم من الساعه 12 للساعه 2 حيث مكتبه، لانه تنقل في الاخر من اكتر من مكتب، فكنت بروح له. فاكر حضرتك اللقاء الاول معاه؟ كان في قهوة في كازينو صفية حلمي، اللي هو في ميدان الأوبرا. طبعا ما كانش فيه أي صلة، وكنت عيل صغير، وكنت يا دوب يسمح لي بإن أنا أقعد هناك أشوف كبار الأدباء وهم بيتكلموا وهم بيتناقشوا. لكن اللي فاكره لما نشرت أولاد حارتنا في الأهرام مسلسلة، وجم كبار النقاد والادباء وقتها يناقشوه في الروايه، فكان رايهم ان الروايه محاكاه لتاريخ الانبياء، وقالوا له انت ما عملتش حاجه، انت مجرد انك انت حكيت تاريخ الانبياء في عمل روائي. فقال لهم عادي، المهم انا كتبت ازاي؟ عبرت عن ده ازاي؟ قالوا لا، ما دي مش فتاكه يعني. قالوا طب قولوا لي عمل مش ما يبدوش فيه محاكاه لاعمال سابقه. فقعدوا يقولوا له اسماء اعمال غربيه واسيويه وافريقيه، كل واحد اللي في باله يقوله. الاقي الاستاذ نجيب يروح قايل تشبه روايه كذا، مسرحيات يقول لهم تشبه روايه كذا. ففوجئت ان في الاخر، اذكر احد اساتذتي الاستاذ احمد عباس صالح رحمه الله رفع ايده قال له انتصرت يا نجيب، موسوعه. ما انساش هذا اليوم. وعلى كده زي شفاهه، ما فيش اعداد يعني. وبعدين بيفاجئوه باسماء الاعمال اللي هم قالوها. من ساعتها، الى جانب ان انا كنت قريت له قبل كده بقى، ودي اللي انا يعني ما مهم ان انا اقولها، ما كنتش قريت له حاجه خالص. في مكتبه المنيره كنت جاي في القاهره، قاعد عند عم ليا هناك في المنيره، كان في زمان مكتبات احياء، ما اعرفش الى اين انتهى بها الحال دلوقتي. فكنت بروح هناك المكتبه اقرا. فاخدت قرار، شاب عنده 14 سنه، بانه يقرا كل المكتبه دي. طبعا عبث، لانه مكتبه بتضم عشرات الالوف من الكتب، لو قعدت منها لغايه نهايه العالم ما كنتش خلصت. فقعدت اقرا. فوانا خارج مره بدات بادم ميدز بالالفابيتك بقى يعني. وانا خارج مره لقيت في كتاب محطوط على الترابيزه، لقيت بيتكلم عن احمد افندي عاكف اللي ساب السكاكيني ورايح خان الخليلي عشان يهرب من تأثيرات الحرب. رحت قاعد وقعدت أقرأ، فضلت قاعد نسيت لغاية ما جالي الراجل نكزني
ده وقال لي ميعاد المكتبه هنقفل. هتقفل. فقلت له طيب شويه، قال لي تعالى بكره. جيت لغايه ما تاني يوم او تالت يوم لا اذكر، كنت انهيت لغايه ما انهيت الروايه. هنا بدات صلتي بالاستاذ نجيب، لم افلت اي عمل له، كان اياميها كتب لغايه بدايه ونهايه. كان اخر اعماله وقتها المطبوعه بدايه ونهايه. فرجعت حضرتك للقديم، قعدت اقراه بقى من اوله، وبعدين لما طلع في الكتاب الذهبي طلع زق المداق وطلع خان الخليل والقاهره الجديده وحاجات كتير بقى، يعني كانت كل شغله طلعوا. فبدات تتحقق الاستاذ نجيب جماهيريه، وبدات انا اقرب منه كقارئ اكتر يعني، واحس بيه اكتر، واعتبرت هو ده مثلي ككاتب. ما كنتش لسه قربت منه من ناحيه التعامل السلوك الحياتي. فلما قعدت يعني اقرا له حسيت بيه، فقررت ان انا اقرب منه اكتر. لما رحت كازن اوبرا، نرجع بقى للنقطه الاولانيه، رحت له كازن اوبرا، قلت اتشجع واقرب منه. كنت بدات اشتغل في الجورنان المسا محرر وورور يعني. فقلت له انا عايز اعمل معاك حوار. قال لي سيب لي الاسئله وانا ارد عليك، تعالى الاسبوع الجاي. فسبت له اسئله رد عليها لغايه دلوقتي الاجابات عندي بخط ايده. بكل سالت ثلاث اسئله رد ثلاث كلمات في الاجابه، يعني ما ريحني بكلام صغير كده، اجابات مقتضبه مقتضبه جدا. لكن فرحت ان انا قعدت مع هذا الرجل ورد على حضرتك، رد وكتب. فانا وقتها حبيته جدا، وبعد وقعت اولاد حارتنا دي بالذات دخل قلبي تماما يعني، وحسيت بقيمه الثقافه وقيمه ان يقرا الانسان وان يطلع. فوقتها في صديق توفاه الله، وانا فكره وصلت للسن اللي دايما اقول توفاه الله كتير، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. فالمهم قرر هذا الصديق اسمه صلاح طنطاوي، كان كاتب مسرحي، كان عيد ميلاد نجيب محفوظ الخمسين. قال لي الراجل ده قيمه، كنا مفتونين بيه دون ان يدري احد، من قله مفتونين بيه. وكنا نروح ذوق المدق ونتصور هناك، ورسم هو لوحه، كان رسام تشكيل فنان تشكيل، رسم له لوحه هناك للزقاق الى اخره. فقال لي ما تيجي نعمل له معرض. ففعلا عايز اختصر عشان ما اخدش الوقت. عملنا معرض في نادي الموظفين اللي في ميدان الاوبرا. ورحنا للاستاذ نجيب وقلنا له عايزينك تيجي تفتتح انت المعرض ده. المعرض فيه لوحات يعني عائشه في بين القصرين، كمال عبد الجواد، كامل رؤبه لاز في السراب، حسنين كامل عارف بدايه ونهايه، شخصيات من بورتريهات كلها بورتريهات. فقام قال اجي، وجاء فعلا وعملنا حفله، وجاء التلفزيون، كان التلفزيون في بداياتي. واذكر ان كان جاء الاستاذ يحيى حقي حضر، التقت الفكره استاذنا الراحل محمد حسنين هيكل، وعمل له حفله بعدها بشهر او شهرين. طبعا لغت كل اللي عملناه لانه جاب ام كلثوم، طبعا كبير، جاب ام كلثوم وجاب عبد الوهاب، ما حدش جاب، او جاب ام كلثوم، لا ما كانش عبد الوهاب، وتوفيق حكيم جاب قمم يعني. فطبعا احنا خسف بنا، لكن بحمد ربنا ان احنا كنا ان احنا عايزين نعمل هذا الحاجه لهذا الرجل شيء عشان نقول له احنا ممتنين ليك. من اعمال حضرتك الكثيره وخبرتك وذكرياتك الثريه، لو حبينا نقف عند حاجه واحده النهارده نعتبر انها، نقول ايه؟ دايما لما بقول الاقرب لقلبك فالناس تقول لي او يرد عليا الكبار زي حضرتك يقولوا لي كل اعمالي غاليه عليا وكل الحاجات هي الاقرب لقلبي، لكن بالتاكيد في حاجه بتلمس شغاف القلب زي ما بيقولوا كده. هو ممكن اقول الاجابه اللي قالوها الاصدقاء اللي انت قلت عليهم ده بشكل ثاني. طب اتفضل. هو انا ايه اللي بيخليني، انا وصلت الوقت عديت 50 روايه تقريبا. كل ما بخلص عمل، لان انا ليا مشروع. يعني ما بجدفش، ليا مشروع. مؤمن بحاجه اسمها الواقعيه الروحيه. مؤمن بتفاعل الفنون او وحده الفنون. مؤمن بانه يكون لي فلسفه حياه. ففي ابعاد ثابته بشتغل. فبعد ما بخلص العمل بحس انه في شيء ناقص عايز اضيفه في عمل تاني. فاللي يقراني لازم يقراني كلي.
هيكتشف العالم بتاعي من خلال، طبعا هو تسلسل طلب بقى ده. عسير وسخيف مني، لكن انا بعترف فعلا اللي عايز اللي عشان كده يمكن اكتر، مش عارف ممكن اكون غلطان ومبالغ وغير متواضع لما اقول من اكتر الناس اللي اتكتب عنهم رسائل جماعيه، انا اتعمل عني رسائل كتير، لا ده حقك يا أستاذ. من اكتر الناس اللي اتكتب عنهم كتب انا برضو، واسف لكلمه انا، مش لاني عبقري ولا لاني ما حصلتش، لا انا متواضع جدا وعارف قدر نفسي يعني، لكن لانه في مشروع، فمن خلال هذا المشروع هم بيقروا وبيكتبوا، فما اقدرش اقول لك، لكن انا في اعمال انا بحبها يعني، يمكن ما تكونش متفوقه عن على اعمال الأكثر اخرى، شهرة وانتشار لكن لما مثلا. لو يعني شاطر اخر روايه صغيره جدا لكن فيها جزء من حياتي، فيها شيء شخصي، وبالمناسبه برضو ودي مساله يهمني ان انا اضغط عليها، اللي عايز يعرف حياتي، انا كاتب سيرتي الذاتيه في اكتر من عمل، لكن سيرتي الذاتيه ايضا موجوده في كل شغل، انا موجود في كل حاجه، ما اقدرش اطلع من بره، جوه من برايا يعني، دايما انا بتلاقيني هنا وتلاقيني هنا، انا ملمح ده، انا التقسيمه دي، انا الشخصيه دي، ممكن تبقى شخصيه هامشيه جدا لكن بتلاقيها موجوده بشكل او باخر جزء الى من اخره. الذكريات والروح. فلكن يعني مثلا زهره الصباح، زهره الصباح انا مش شايف حد بيجيب سيرتها في اللي بيكتبوا يعني، في الاول كتب عنها الدكتور احمد درويش، استاذ يوسف الشاروني، والدكتور حلمي قعود، كتبوا عنها كلام ارضاني، لكن لانها خلصت فخلص الكلام عنها يعني، طب ده لكن انا ياخدني، بعتبرها. نعم عايز اسال حضرتك على دي تحديدا، تجربتك مع زهرة الصباح انها خلصت فالكلام خلص عنها، هل ده بينسحب على اعمال اخرى كنت تتمنى حضرتك انها تكون برضو مستمرة في تسليط الضوء عليها ولكن انسحبت بظهور عمل مش اخر؟ عارف، انا يعني على فكره في اشياء يصعب تفسيرها، ليه العمل ده لقى رواجا ولا مش بالنسبه لي على فكره، بس بالنسبه للاخرين يعني، كتير من اصدقائي المبدعين ساعات يشتكوا يقول ده كان نفسي ان ده، اظن على كل المستويات مش بس الابداع السردي، في الشعر، في الموسيقى، في التمثيل، يقول كان نفسي الناس يهتموا بدي اكتر، ساعات بشوف كتير ناس تقول كده، انا فعلا ده اللي بشعر بيه، بشعر انه في حاجات كان ممكن يعني اهل البحر، اهل البحر انا عمل واخد فيه يعني تعبت فيه جدا وقريت له، وزي ما قلت لحضرتك انا في الاساس قارئ يعني، عشان اكتب عمل ما حتى لو كان واقعي ومن حياتي ومن بحري لازم اقرا له، اقرا، لان القراءه تستفز دي نصيحة غالية وتخليك دي. تكتبي وتخليك تكتبي، فهذا العمل اجهدني كثيرا واظن ان انا راضي عنه، لكن كل ربع البحر اهلا بيفكرني بانديل ام هاشم، الاستاذ يحيى خائف على فكره مش احسن اعماله، لكن وقال انت حرام عليك، وهو قال انا حرام عليك، انتوا صنفتوني في الانديل، لكن لا هو قال يعني صح انهم عمل جميل، دماء وطين، عمل مجموعه ام العواجز له حاجات كتير جيده، لكن هم شافوا انه هو انديل ام هاشم، يبقى انديل ام هاشم، فخلاص بقى صاحب القنديل. طبعا الرحلة مع حضرتك عامرة بكل ما هو طيب وكل ما هو دافئ وحنين إلى أسماء كبيرة وذكريات حلوة. أنا طبعا بشكر حضرتك على ما أثرتنا بيك قراء من أعمال كلها الحقيقة ممتعة، ونفس التسلسل اللي حضرتك اتكلمت فيه ده فعلا موجود بنلاقيه من عمل لعمل لعمل. بشكر حضرتك إنك نورتنا ربنا النهاردة يخلينا، وسعدنا انا بيك. اشكركم على الاستضافه الجميله دي، نورت الدنيا أستاذنا الكبير محمد جبريل، شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله ربنا يديك الصحة والعمر يا رب وتمتعنا أكتر وأكتر. ربنا يخليك يا ام. مع حضراتكم من هذه الرحلة وهذه الوقفة في أعمال وذكريات وأسماء وضيفنا الثري أستاذنا محمد جبريل، نروح مع حضراتكم إلى وقفة أخرى في المساء مع قصوى.